متابعي ماروك اطلس سبور، مرحبا بكم في هذا العدد الرياضي اللي غادي نطرقوا فيه اخر اخبار الرجاء البيضاوي والخبر الحزين اللي تلقاه الشارع المغربي امس بوفاة الام ديال جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. كنت منهم الله عز وجل يغفر لها في هذا اليوم المبارك. ففي سياق هذا الخبر خرج بيان ديال نادي الرجاء البيضاوي كينعي الام ديال جلالة الملك محمد السادس، وغنقراو لكم نص البيان. نادي الرجاء الرياضي ينعي بكل حزن وألم وفاة والدة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتلقى نادي الرجاء الرياضي بكل مكوناته وفعالياته من المكتب المديري والمنخرطين واللاعبين والموظفين والنيابة عن كل جماهيره ومن خلف ذلك الشعب المغربي قاطبة بكثير من الحزن والألم نبأ وفاة والدة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وبهذا الخبر الأليم فإننا نتقاسم مع جلالته عزاء هذا الفقد، مع الرجاء للعلي القدير أن يشمل فقيدة الأمة المغربية بكامل العفو ورداه، وأن يلهم جلالته والأسرة الملكية الكريمة الصبر والسلوان، وهو على ذلك قدير. وإننا نتضرع لله عز وجل أن ينعم على فقيدتنا بجنات ملؤها السماوات والأرض، وأن يهبها مقاما مع المهديين والشهداء والأبرار. هذا كان نص بلاغ ديال فريق الرجاء البيضاوي كيعزي جلالة الملك محمد السادس بوفاة الأم الأميرة لالا لطيفة رحمها الله في هذا اليوم المبارك إن شاء الله بإذن الله. وأما بخصوص الأخبار ديال تأجيل مباراة ديال كأس العرش، لحد الآن ما كاين حتى شي تأجيل. نادي الرجاء البيضاوي ما تلقى حتى شي خبر بتأجيل، حتى الصفحات الإلكترونية الموثوق منها بالخبر ما تأكدوا ما كاين حتى شي تأجيل حاليا. خرج بودريقة في التصريح ديالو باش يعطي آخر أخبار فريق الرجاء البيضاوي، صرح أن اللاعب مبارك وأيضا اللاعب رياض بن عياد واللاعب المقعازي غادي يكونوا حاضرين في المباراة ديال النهائي، لأنه تسألوا عديد من الصفحات الإلكترونية أيضا منابر إعلامية حول قانونية مشاركة هذا الثلاثي هذا، بسبب أن العقد ديالهم انتهى مع فريق الرجاء البيضاوي. أكد محمد بودريقة أنه نادي الرجاء البيضاوي تلقى ترخيص استثنائي باش يشاركوا هذا الثلاثي هذا، لأن طبيعة الحال المسابقة ديال كأس العرش كانت يعني ما عندهاش تاريخ محدد باش كتنتهي، فلذلك فاللاعبين باقي مع الرجاء البيضاوي. أيضا الجامعة الملكية عطات ترخيص لفريق الرجاء البيضاوي حول قانونية المشاركة هاد الثلاثي هذا، فالمباراة اللي غادي نقدروا نقولوا غتكون مباراة محك حقيقي لزيمباور، واش غادي تفوق على الجيش الملكي أو لا، لأن جل المباريات اللي تلاقوا فيهم الرجاء البيضاوي وأيضا الجيش الملكي هاد السنة هذيك خرجوا بالتعادل. فمباراة أنا في النظر ديالي غتكون مباراة يعني تكتيكية أكثر ما هي مباراة يعني ديال كرة القدم، وخاص زيمباوري يستغل نقاط الضعف ديال الجيش الملكي اللي هو الدفاع، لأن نقاط الضعف ديال الجيش هو الدفاع. الدفاع عندهم ضعيف، الوسط الدفاعي عندهم ضعيف، ليزاريال ضعيف حتى هما، فكنتمنى من زيمباور يحسم المباراة في 15 دقيقة أو 20 دقيقة ديال المباراة بداية المباراة. كنتمنى من الجماهير المغربية خاصة الجماهير الرجوية أو الجماهير ديال الجيش الملكي يتحلوا بالروح الرياضية. هذه مباراة لكرة القدم ولا للشغب، فمباراة غتكون عندها واحد الطابع يعني احترافي كبير. فزيمباور الآن اجتمع باللاعبين، أعطاهم تعليمات، حاول يمتص منهم داك الحماس الزائد اللي كان ديال الفوز باللقب، لأن خص اللاعبين الرجاء البيضاوي يفرحوا يوم واحد ديال الفرحة ديال اللقب، الفوز باللقب، ونساو ويبداو ثاني يقلبوا على ألقاب أخرى، لأن إلا بقيتي عايش على الأطلال ديال اللقب فزتي باللقب فأنك ما غادي دير حتى شي حاجة في المستقبل القريب. فالآن كيلعب على المسائل النفسية، لأن اللاعب المغربي معروف أنه بعض المرات كينزالق في الفرحة الزائدة وكينسى الواجب ديالو. وشفنا المباراة ديال وجدة اللي بكل صراحة
كون ما رجعش فريق الرجاء البيضاوي كان غادي ينهز، حتى كون مروا ضربات الجزاء، ضربات الجزاء او الضربات الترجيحيه كان الرجاء البيضاوي غادي يخسر مع وجده، لان الرجاء اللاعبين دخلوا حاضرين مولوديه وجده، وهذا هو المؤسف في هذه المباراه هذه. اللي كنتمنى من اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي يحيدوا منهم هذه الانانيه الزايده، وحيدوا منهم الثقه النفسيه الزائده يحيدوها منهم. اما بخصوص المباراه فباستغراب كبير تلقينا التعيين ديال الحكم المعتزل رضوان جيد، هو اللي غادي يحكم المباراه ديال النهائي. الرجاء البيضاوي لحد الان ما عطى حتى شي بلاغ لجامعه ديال الاحتجاج على رضوان جيد، لان رضوان جيد معروف كل المباريات اللي كيقودها كيكون كوارث تحكيميه ضد فريق الرجاء البيضاوي. فكنتمنى من اداره فريق الرجاء البيضاوي تدارك هذه النقطه هذه. لحد الان راه هما ما قدموا حتى شي بلاغ احتجاج ضد الحكم ديال نصف النهائي اللي حرم فريق الرجاء البيضاوي من جوج ديال ضربات الجزاء. هذا السبات راه ما خدامش لاداره فريق الرجاء البيضاوي، هذا السبات وهذا الكلام وهذا اللي نخليو الامور غدا كما هي راه ما خدامش. انتصرتي ولكن خصك تحتج على التحكيم، لان مستوى التحكيم في نصف النهائي كان مستوى ضعيف جدا. هما الان دابا كيحطوا لك رضوان جيد، ورضوان جيد عنده سوابق سيئه مع فريق الرجاء البيضاوي، عنده سوابق سيئه. وعرفوا ان الجمهور احتج وكان واحد جس النبض، وكان واحد يعني كنا حنا كنتوقعوا ان الحكمه بوشرى هي اللي غتحكم المباراه ديال النهائي، واذا بنا كنتفاجئوا ان رضوان جيد هو اللي غادي يحكم النهائي ديال كاس العرش. للاسف كنتمنى من اداره الرجاء البيضاوي تقدم احتجاج ضد العصبه الاحترافيه وحاول تعيين هذا الحكم هذا، لان حكم عنده سوابق سيئه مع فريق الرجاء البيضاوي. شفنا الديربي اللي فات ديال السنه الماضيه كيفاش ظلم فريق الرجاء البيضاوي، وكيفاش تعدى على فريق الرجاء البيضاوي، وكيفاش كان دخل في واحد المسرحيه فاشله ضد فريق الرجاء البيضاوي. للاسف ما نقدروش نقولوا انه اخطاء تحكيميه معتمده او متعمده، عفوا ما نقدروا نقولوا انه فشل في اداره المباراه، والمباراه مابقاش رضوان جيد قادر على قياده المباريات الكبار. رضوان جيد كنظن ان الضغط ديال المباريات الكبار ما يقدرش عليهم. فكنتمنى من اداره فريق الرجاء البيضاوي تقدم احتجاج لدى العصبه، الى كان من المرتقب تغيير الحكم فهذا افضل، الى ما كانش فانهم يجلسوا مع الحكم ويقولوا لي حاول تجتهد، لان هذه المباراه عندها طابع اعلامي كبير عالمي. فكنتمنى من رضوان جيد الى كان غادي يحكم مباراه فانه يجتهد وما يظلمش فريق الرجاء البيضاوي، وما يديرش اخطاء تحكيميه اللي غتسيء له وهو على مشارف الاعتزال، لانه اعتزل ورجع من الاعتزال اظن انه بغاو باش يكرموا على حسب النهائي ديال كاس العرش. فكنتمنى ما يكونش التكريم على ظهر فريق الرجاء البيضاوي ويقوم باخطاء تحكيميه قاسيه ضد فريق الرجاء البيضاوي. هذا الشيء اللي كنتمناه من اداره فريق الرجاء البيضاوي، انهم يدخلوا وينقذوا ما يمكن انقاذه، لانه حكم جيد ما بقاش عنده المقومات ديال انه يقود المباريات الكبار. اما بخصوص الحارس المنتخب الاولمبي طه بن غزيل، فبتوصيه من الحارس فريق الرجاء البيضاوي انس الزنيتي، وصى على انه يتم مفاوضات مع هذا الحارس هذا اللي غادي يكون ان شاء الله خلف ديال انس الزنيتي. فالمقومات حنا شفنا هذه المباريات اللي كان لعب فيهم مع المنتخب الاولمبي، كيفاش كان متالق في حراسه المرمى. ف بحال هاد الصفقات غتكون مفيده لفريق الرجاء البيضاوي، اللي عارفين انه ما كاينش عقد رسمي الي حاليا بين الرجاء وبين طه، اللي كاين هو كاين مفاوضات اللي قريب انه الحارس غادي يلتحق بفريق الرجاء البيضاوي، غادي يقدروا يعتمدوا عليه في السنه القادمه كحارس الفريق الامل، ممكن على ان يتم يعني كما نقولوا خلافه ديال يخلف انس الزنيتي في حراسه المرمى. حارس كبير مقومات كبيره، كنتمنى من اداره الرجاء البيضاوي ما تزقلش هذه الفرصه هذه وتدخل في مفاوضات جاده ودير مع عقد طويل الامد يعني 5 سنوات باش يكون متاح لفريق الرجاء البيضاوي مستقبلا.
حارس اللي كنتمنى تعطونا الاراء ديالكم في هذه الصفقه هذه، لان حسب ما سمعنا انه انس الزنيتي هو اللي وصى اداره فريق الرجاء البيضاوي انهم يوقعوا مع الحارس طه ديال حارس المنتخب الاولمبي، فهو يعني حتى في الطول راه عنده 1.90 متر، يعني مقومات ديال الحارس، مشروع حارس كبير، مشروع حارس منتخب وطني مستقبلا، لان هذا الحارس كيفكرنا في البدايه ديال الحارس بونو رفقه فريق الوداد البيضاوي. الغلط اللي داروه الغريم هو انهم فرطوا فيه ومشى بونو طور راسو احترف وقلب على راسو، فكنتمنى من فريق الرجاء البيضاوي يوقعوا ليه ويعطوه فرصه ويكبروه في فريق الرجاء البيضاوي ويبقى حارس ديال المستقبل، لان على مر التاريخ حنا شفنا فريق الرجاء البيضاوي في حراسه المرمى اغلب، يعني شفنا فتره ديال الشادلي، فتره ديال الدغاي، الان فتره ديال الزنيتي، كانوا يعني كنتي كتهنى من حراسه المرمى لمده سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، 6 سنوات. هذا هو الاهم، خاص حارس المرمى ديال فريق الرجاء البيضاوي مستقبلا يطول مع فريق الرجاء البيضاوي لمده 6 سنوات، 7 سنوات، مشروع حارس اللي غادي يقدر يفيد مستقبلا عارين ديال فريق الرجاء البيضاوي. كنتمنى منكم تعطونا الاراء ديالكم في هذا الحارس هذا، واش الصفقه في المحل ديالها، اظن ان في المحل ديالها، واش تعطونا الاراء ديالكم. كنتمنى منكم تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب مع التعليق على الفيديو، الاشتراك في القناه. شكرا لكم والى اللقاء.